بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. هذه هي الحلقة المنتظرة للجميع، وهي الحلقة الخاصة بالتقييمات العامة والأخيرة للألعاب اللي تم اشتراكها في المسابقة. في المسابقة بدأت بتاريخ 1 مارش 2022 وانتهت ب 31 ديسمبر من نفس العام، بمعنى المسابقة استمرت ويانا 10 أشهر كاملة. خلال ال10 أشهر هذه تم استحواذ ما يقارب 24 لعبة كاملة. للأسف لم يتم استخلاص منها إلا 18 لعبة، بينما 6 ألعاب تم إلغائها بسبب عدم اكتمالها. كثير منكم ما التزم بشروط المسابقة، وهذا للأسف اللي استدعى مني إني أقيم الألعاب أو أغلب الألعاب بشكل متدني. شروط تقييم المسابقة موجودة من ضمن شروط المسابقة العامة في نفس الحلقة. أحب أنوه هنا إنه مهما وجدت التقييم متدني الخاص بلعبتك، هذا لا يعني إن لعبتك سيئة، ولكن هذا هو التقييم اللي احنا وضعناه، وهذا هو المفروض ان تكون عليه اللعبة. التقييم كان على 3 مراحل. المرحلة الاولى وهي المرحلة اللي تم عرض الالعاب فيها، تم تقييمها بشكل مبدئي. اما التقييم الثاني والمرحلة الثانية كانت عن طريق لعب اللعبة هذه بشكل فردي، تقييمها بشكل فردي خاص جدا. التقييم الثالث كان تقييم على جميع الامور اللي تم تحديدها للاشتراك بالقناة نفسه. لذلك اغلب المشاركين في المسابقة أغلب الألعاب اللي وصلتني من خلالكم للأسف لم تكن على ذاك المستوى المطلوب حتى يتم تقييمها من ضمن التقييمات العامة للمسابقة. طبعا قبل ما نكمل معاكم ونستعرض معاكم هذه الألعاب وتقييماتها العامة، خلونا نشوف جوائز المسابقة اللي إن شاء الله تنال على إعجاب. الجائزة الأولى عبارة عن جائزة عامة للجميع، وراح يحصل عليها المشاركين من المرتبة الأولى حتى المرتبة 18، وهي عبارة عن 3 باكيجات كاملة. قيمة هذه الباكيجات يتجاوز 1500 ريال. أما هذه الباكيجات فهي طبعا الآن استعرضنا معاكم الهدية اللي راح توصل لجميع المشاركين في المسابقة، سواء كانت من المرتبة الأولى حتى المرتبة 18. الآن راح نستعرض معاكم الجوائز الخاصة للمراتب 3 الأولى. الجائزة الثالثة عبارة عن 300 ريال سعودي. الجائزة الثانية عبارة عن 600 ريال سعودي. الجائزة الأولى عبارة عن 900 ريال سعودي. طبعا الجوائز الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها راح توصل إلى أعضائها بإذن الله أو إلى أصحابها عن طريق الشركات الخاصة بنقل الأموال مثل Western Union. أيضا بالنسبة عندنا في المملكة العربية السعودية إنجاز، أتوقع أنه من أكثر الشركات اللي ممكن توصل لك الأموال وين ما كنت في بلد. أما الألعاب أو الباكيجات اللي تم حصرها لجميع المشتركين راح توصلكم بإذن الله عن طريق الإيميل. الآن راح نستعرض معاكم الألعاب والتقييمات الخاصة بالألعاب. راح نبدأ معاكم بالألعاب 10 الأولى اللي احتلت النقاط ما دون 50، وهي كالتالي: المرتبة 18 كانت من نصيب الأخ عمارة، وحصل على 29 نقطة. المرتبة 17 كانت من نصيب خالد شنينة، وحصل على 39 نقطة.
المرتبة 16 كانت من نصيب سيد علي مازوني. وحصل على 41 نقطة. المرتبة 15 كانت من نصيب سيزر. وحصل على 43 نقطة. المرتبة 14 كانت من نصيب القاطع الفارس. حصل على 44 نقطة. المرتبة 13 كانت من نصيب معاذ العمارين. وحصل على 45 نقطة. المرتبة 12 كانت من نصيب عمار إدريس. وحصل على 46 نقطة. المرتبة 11 والأخيرة كانت من نصيب محمد ربيع. وحصل على 47 نقطة. طبعا مثل ما نلاحظ المراتب اللي أنا ذكرتها والتقييمات اللي أنا ذكرتها للأسف حاولت بقدر الإمكان أني أعطيهم النقاط وأكثر شوية، خصوصا البونص الأخير، لأنها أغلب الألعاب ما وفت الشروط الخاصة بالتقييم اللي احنا ذكرناه في الشروط العامة للألعاب. الآن راح نذكر لكم الألعاب اللي تعدت 50 نقطة ما بين المرتبة الأولى والثانية والثالثة. المرتبة 10 كانت من نصيب الأخ عبد العزيز. وحصل على 53 نقطة. المرتبة 9 كانت من نصيب طارق هادي. وحصل على 54 نقطة. المرتبة الثامنة كانت من نصيب درة بقليدة.
حصلت على 57 نقطة. المرتبة السابعة كانت من نصيب محمد عميرة. حصل على 61 نقطة. المرتبة السادسة كانت من نصيب محمد ساسي. وحصل على 62 نقطة. المرتبة الخامسة كانت من نصيب حمدي. حصل على 63 نقطة. المرتبة الرابعة والأخيرة كانت من نصيب كارمن. حصل على 65 نقطة. لاحظ ان احنا الالعاب اللي ذكرناها الان هي اللي تعدت 50 نقطة، ولكن ما دون المراتب الثلاثة الاولى. الان راح نذكر لكم الالعاب اللي حصلت على المراتب الثلاثة الاولى. المرتبة الثالثة كانت من نصيب يوسف السامرائي. حصل على 69 نقطة. المرتبة الثانية كانت من نصيب محمد الرابوخ. حصل على 70 نقطة. المرتبة الأولى كانت من نصيب محمد طالبي. وحصل على 71 نقطة. لاحظ ان كانت في منافسة قوية جدا بين الثلاثة اللي احنا ذكرناهم، سواء كان يوسف السامرائي او محمد الرابوخ او محمد طالبي. حاولت بقدر الامكان اني اكون متوازن في التقييم، لانه الالعاب متساوية في القدرة، ولكن بعض الاخطاء من ضمنها للاسف الواجهة الرئيسية هي اللي منعت بعض الامور انها تكتمل. لذلك كان محمد طالبي
أكثرهم جدارة في هذا النطاق. أحب أنوه هنا نقطة مهمة هنا، إنك لو أخذت مثلا أي مرتبة ما دون المراتب الثلاثة الأولى، هذا لا يعني إن لعبتك سيئة، ولكن هذا هو التقييم وهذا هي الشروط اللي احنا وضعناها. للأسف كثير منكم ملتزم بهذه الشروط، ولكن هذا لا يعني إن لعبتك سيئة، لعبتك ممتازة جدا، ويكفي انك حاولت ورفعت لعبتك وشاهدها كثير من الاشخاص سواء كان في القناة هنا او خارج القناة، فهذا يعتبر انجاز كبير لك، واتمنى انك تستمر على هذا الانجاز، وان شاء الله في المسابقات القادمة راح تبدع اكثر فاكثر. اتمنى يكون هذا التقييم وهذه الجوائز نالت على اعجابكم، وان شاء الله في المسابقات القادمة يتم التطوير بشكل اكبر، خصوصا ان اغلبكم الان صار فاهم طريقة التطوير وفاهم برضو ايش اللي ممكن نحتاج وايش اللي ممكن يضيفه في الالعاب حتى تقدر لعبته توصل الى المراتب العليا. المنافسة حتكون كبيرة خصوصا في المسابقة القادمة، هذا اللي اتمناه، بالاضافة الى انه الالعاب راح تكثر، وهذا برضو اللي اتمناه، لانه 18 لعبة للأسف يعتبر عدد قليل جدا، خصوصا للعدد المهول اللي تم التصويت للمسابقة. ألف شكر لجميع المشاركين في هذه المسابقة على هذا الإبداع، ومهما كانت لعبتك مثل ما قلت فهي تعتبر لعبة جميلة جدا مهما كان النقاط اللي حصلت عليها. أتمنى لكم التوفيق. هذا كل شيء، معكم جيم ديزاينر، مع السلامة.